بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بيكم النهارده في نقابه المحامين. انتوا كده في نقابه المحامين في مبنى نقابه المحامين في نادي المحامين. كل ده بالنسبه ده احنا كنا قبل كده بنعمل حلف اليمين في اتحاد عمال مصر. فطبعا كنا واخدين اجوري وطبعا ما كانش يليق لكن هو كان الموجود. المهم احنا طبعا عندنا النادي وضربنا القاعة دي وفي قاعة كمان ونقلنا المحامين في النادي. يعني المحامين قاعدين النهاردة او موجودين النهاردة لحلف اليمين في نقابة المحامين في نادي المحامين. ده بيديهم من جواهم احساس انك انت في مكانك في نقابتك. فعلشان كده لازم نبقى احنا نبدا الدوره بتاعت الحلف اليمين النهارده دي. احنا بالنسبه احنا كنا يمكن ايه من يومين ثلاثه كنا بنفتتح نادي اسكندريه. اعتقد تعرفوا خدتوا بالكم من الموضوع ده ماشي. أنا رجليم وأتلاقي حد هنا من اسكندرية ماشي. أنا عايز أقول لكم إن النادي ده صرح وإنجاز ما حصلش أبدا ومش موجود في مصر خالص. وحتى يعني إحنا كنا بالافتتاح وكان المحافظ ورئيس نادي الخضراء ومجموعة وأشادوا فعلا بالنادي. وحتى المحافظ قال لك ان النادي ده مش موجود زيه في مصر اصلا خالص. ودي كلام حقيقه لان احنا شفناه على الطبيعه. فده صرح كبير جدا اضيف للمحامين. والنادي ده بتاع محامين مصر كلها. خلي بالكم النادي ده بتاع محامين مصر كلها. اي نادي في اي مكان على مستوى الجمهوريه فهو ملك للمحامين. ملك للمحامين كل ما هو مدون باسم نقابة المحامين فهو ده ملك المحامين. فالنادي ده نادي اسكندرية ده كان يوم احتفال عظيم جدا جدا وكان موجود فيه عدد ومن ضمن الناس اللي كانت موجودة جميع النقابات اللي على مستوى الجمهورية كلها كانت موجودة في نادي اسكندرية. مش النقابات بس وفي محامين كتير قابلناهم طبعا ومحامين شباب جايين عشان يحضروا. لان ده تاريخ. ده تاريخ يسجل. ففعلا كل اللي كان موجود اشاد بيه كله. بل بالعكس احنا كنا واحنا اثناء الاحتفال كان المحافظ والناس اللي موجودة دول كلهم كانوا بيتكلموا ايه اللي ميز نقابة المحامين عن كل النقابات اللي موجودة هناك في اسكندرية بالصرح ده بالانشاءات دي بالرسم ده ووصلوا بيه ازاي. لدرجة ان رئيس محكمة الاسناد القضاء طلب من قال انا عايزين نادي زي نادي اسكندريه. عايزين نادي زي نادي اسكندريه كده. ففعلا حاجه تشرف. واحنا برضو في خضم اللي حصل ده كله وكان بنقدم الشكر والتقدير للاستاذ عبد الحليم علام نقيب العام في الدور اللي هو قام بيه بالنسبة لإنشاء النادي ده. كان بيشتغل في النادي زي ما يكون بيشتغل في نادي خاص بتاعه. وطبعا الكلام ده موثق. وطبعا الإنجاز ده كله والتكلفة دي كلها لما نيجي نحسبها كشركة وكشركة تانية ناس من المحامين
بيشتغلوا في نقابة المحامين والشركه ادوا الاداء الجيد ده. لا نقول فعلا احنا بنشكر النقيب على العمل العظيم ده، وبنشكر اسكندريه كلها على العمل اللي هو يعني انتوا خلاص ان شاء الله باذن الله حتى احنا ممكن تروحوا على فكره بعد الاسبوع الجاي لو عايزين تروحوا، يعني عايزين تروحوا ممكن نعمل لكم نقسمها كده وتروحوا. لازم تروحوا، لازم تروحوا، اصل الموضوع مش موضوع ان انا رايح اتفسح، لا الموضوع ان انا رايح اشوف مكاني فين، اشوف نقابتي فين. لما اروح نقابه اسكندريه انت بتبقى يعني الناس وهم ماشيين كده واحنا بنحتفل، الناس وقفوا الشارع، عمل عظيم جدا. فاحنا كنا بنفتخر بنفسنا واحنا هناك، بنفتخر بنفسنا فعلا، وكل الناس اللي جت جايه بتبارك لنقابه المحامين وبتبارك للمحامين، وده عمل عظيم. لازم نحافظ عليه، لازم تعرفوا قيمته، لازم تعرفوا قيمه العمل ده ايه وتحسوا بيه، لان كنتم انتم قد كده انتم الموجودين. فلازم نضيف احسن ونحافظ ونفتخر في كل مكان. انت انا الناس بيكلموني بيقولوا عايزين ناخد اسر نروح ترمال وتروح، مش مشكله خالص، النادي مجهز وما فيش اي مشكله خالص. فده لازم نبقى احنا النهارده يعني حلف اليمين جه على 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 حلف اليمين اللي هو على نادي الجليم باسكندريه، وده كان عمل عظيم. عايزين نبدا بقى بالنسبه، انا على فكره عشان انتوا عارفين انا في محامين جايين مستفزين للوزير الرسمي، انا منعت دخولهم عشان يبقى الكلام واضح، مجموعه وحاولوا واصروا على ان دول لا مش حين. لازم احافظ على المحاماه وعلى رساله المحاماه وعلى عظمه المحاماه، لازم. وعشان كده مش هنسمح بحد ان هو يخالف اي شرط من الشروط. فبرضه انا قلت لهم نفس اللي قلت لهم، انا مش هخالفه لان المحامين اللي جوه مش هيقبلوا، لان مش هيقبلوا ليه؟ لانه بيدافعوا عن مهنتهم وعن رسالتهم وعن عظمه النقابه، لازم كلنا. فعشان كده ده انا عملت كده وهم فعلا ومنعتهم ان يخشوا لان هم مش ملتزمين بالزي الرسمي لنقابه المحامين، انا بقولها بالعربي، غير ملتزمين بالزي الرسمي لنقابه المحامين. فبعد يعني انا عملت كده. طيب انا بقى هنبدا كده، انا لما قلت كده قلت انا لو هدخلكم هم مش هيسمحوا، لو انا ما سمحت لكم هم مش هيسمحوا خالص، فانا بنفذ راي الجمعيه العموميه عشان يبقى الكلام واضح. عايزين بقى نبدا زي ما انا بقول كده، نبدا بدايه محترمه، بدايه يعني ايه المحاماه؟ يعني ايه رساله المحاماه؟ يعني ممارسه المحاماه؟ يعني ايه شخصيه المحامي؟ يعني ايه شخصيه المحامي؟ احنا بنعد المحامي لبكره، بنعد المحامي لانه يتحمل رساله المحاماه، لازم، لان جيل بيسلم جيل. فانا شايف النهارده ان المحامين اللي موجودين او شباب ولادنا المحامين والمحاميات احنا برضو لنا نظره، لنا نظره في الموضوع ده، لان انا من عام ومقرر معهد المحاماه، وانا بمتحن المحاماه في جميع انحاء الجمهوريه، وبنعمل محاضرات يعني عشان تبقوا عارفين النقابه ومجلس النقابه والجمعيه العموميه لمحامين مصر بيحطين يعني على بالنسبه لكم
امل كبير جدا. ما هو انتوا، ما هو انتوا اللي جايين بكره، ما هو انتوا اللي جايين بكره. احنا عايزين نتبع بنقابه المحامين، عايزين نقابه المحامين تبقى هي زي ما كانت في وزاره ظلم، هي النقابه الوحيده مش في العالم العربي، في العالم كله. المحامي المصري محامي مميز، مميز عن كل اللي موجودين. ليه؟ لان له صفات، له جينات معينه بنشوفه بنبقى ده محامي. فلما نيجي احنا النهارده نقول نلتزم بالشروط اللي احنا هنبدا فيها رساله المحاماه يبقى هننجح. خلي بالكم المحاماه ما فيش فيها حاجه كده نص ونص، لا، النجاح نجاح، النجاح في المحاماه نجاح. ليه؟ لانه المحامي له صفه معينه مش زي حد تاني. المحامي شخصيه مميزه عن كل اللي موجودين في المجتمع، يملك ما لا يملكه احد في مهنته وفي علمه وفي ادبه وفي اخلاقه وفي احترامه لنفسه ولذاته والمجتمع، كل ده محامي. وعلشان كده احنا بنقول ايه؟ لازم تفتخر بنفسك، لازم تعتز بنفسك. ليه؟ لان ده هو ده الرساله بتاعتك، هو ده سبب النجاح واساس النجاح. احنا عارفين، ما احنا عشان دي برضه تبقى انتوا بادئين صح، في ناس يعني بيحاولوا يعملوا اي حاجه عشان نجيب، لا، احنا كمحامين ما بنقبضش شهر، الناس مرتب شهر خالص. احنا مرتبنا عملنا، مرتبنا اتعاب غير محدده، مرتبنا مش كل شهر بتروح تقبض، لا. وعلشان كده بنقول لازم تبقى انت مؤمن بجد. مش هروح النهارده اخد الكارنيه واطلع قدام المحكمه، لا، مش محامي خالص. محامي وانت داخل المحكمه بيديك تعظيم سلام، وانت داخل النيابه، وانت داخل اي محكمه ايا كان درجه المحكمه، بيحترموك وبيدوك قدرك لانك انت بتحترمهم وبتديهم قدرهم. فعلشان كده لازم يبقى هو ده المحامي، لكن غير كده لا. عشان تعرف ان الرزق ده بتاع ربنا، الرزق بتاع ربنا، لكن محدش عارف الرزق بيجي امتى. ويرزق من يشاء بغير حساب، ده ربنا اللي بيقول، اللي خلقنا، يبقى لازم نلتزم بيه، ده فرض، ده قرآن، ده مفيش فيه اجتهاد، ده بينفذ زي ما ربنا قال. يبقى لما نقول كده يبقى انا بلتزم بما امر ربي سبحانه وتعالى، مش كلام. لما تيجي تحسبها بتحسبها ازاي؟ انت اللي جاي لك انت مش عارفه، لا عارف قيمته وقت ايه، ولا عارف هيجي لك وقت ايه خالص. انت بتشتغل وماشي وبتشرب يعني، ومفيش رقيب عليه غير ربنا سبحانه وتعالى، ادي اهم حاجه بقى. مفيش رقيب على المحامي الا ربنا وضميره، ربنا وضميره. عشان كده الضمير ده مهم جدا، لان اللي بيبقى فيه اتصال بينك وبين ربنا لازم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اهو ده ربنا اللي بيقول واللي بيرزق ويرزق واللي بيبعت لك حقك.
اللي بيبعت لك حقك ربنا سبحانه وتعالى بعت لك حقك. فلما نيجي النهارده نقول اه طب ده بيجي ازاي؟ انت بتبقى جاي رايح مكتبك ويعني اسبوع كده ولا اسبوعين مفيش اتعاب جت يعني الامور ماشيه، مالكش مجال غير ده اللي انت منتظره. مش تقول انا هعمل كده، لا مش هغلط خالص، مش هغلط خالص ولو باللفظ ولو ان انا افكر ان انا انحرف، مستحيل. لا شخصيتك تنفع كده ولا كرامتك ولا عزتك ولا مهنتك ولا رسالة المحاماة اللي انت بتنتمي اليه، فاش خالص ابدا. بتيجي بقى تلاقي وانت قاعد في مكتبك كده الراجل الساعي بتاع المكتب بيخش يقول لك يا استاذ في ناس عايزك بره، انا مش عارف او عارفه خليهم يخشوا. بيخشوا لك مكتبك بيقولوا لك يا استاذ احنا كان في كذا قضيه انت حضرت لنا فيها وليه المبلغ عندنا، احنا اسفين لان احنا اتاخرنا شويه وانت بتسافر. لا انت عارف في ايه ولا كام خالص، الا بقى لما ايه بعد ما اخر الليل وتشوف الناس بيقول لك ايه ادوك مبلغ كويس لا انت متوقعه ولا انت حاطه في الاعتبار ولا انت منتظره ولا انت منتظره، هو ربنا اللي بعته لك، ربنا اللي بعته لك. فعلشان كده بنقول ويرزق من يشاء بغير حساب. المحامي ايه الصفات المطلوبه في المحامي؟ ايه الصفات المطلوبه في المحاميه؟ ها؟ امان طبعا، الامان، ها؟ ثقه في النفس، تمام، ها؟ الاحترام، الضمير، ها؟ ها؟ تمام، الاخلاق. فلما اللي انتوا قلتوه كله ده كلام صح وشروط جوهريه من داخلك انت اللي حاسس بيها، انت اللي بتقولها، انت اللي بتعملها، انت اللي بتحافظ عليها. فدي حاجه بتسعدنا احنا كرقاب، حاجه احنا بتسعدنا احنا كرقاب. فلما نيجي احنا النهارده كلنا عارفين ايه بالنسبه للمحاماه، عارفين ايه شروط بالنسبه للمحاماه. خلي بالكم انت لما تيجي احنا هنبدا حياتنا، هنبدا انت هتحلف اليمين النهارده مش كده؟ اول ما بتحلف اليمين بنقول لك يا استاذ رسمي، انا دلوقتي هقول لك مش هقول لك يا استاذ، اما نحلف اليمين ونقول القسم نقول لك مبروك يا استاذ، مبروك يا استاذ. هو ده القانون، هو ده المحاماة. فعشان كده احنا بننتقل من مرحلة لمرحلة تانية خالص خالص، دي المرحلة الأولى اللي احنا بننتقل إليها وبنبدأ منها ونحافظ عليها. فأنت هتنتقل لإيه؟ للمحاماة ورسالة المحاماة. هتبدأ بالمحاماة إلى أن تقوم الساعة. فعشان كده نقول ايه لازم نحافظ على المحاماه وسر مهنه المحاماه، ولازم نحافظ على شخصيتنا. خلي بالك انا بقول لك لما تعتزل نفسك، اه لازم تعتزل نفسك وتفتخر بنفسك، لازم، ده راس مالك، هو ده راس مالك. وانت ماشي كده داخل المحكمه برفعت ماشي داخل راجل محامي، شخصيه محترم، كيانك، شكلك، ادائك، احترامك، ده كله بيدي انطباع للمجتمع ايا كان ان هو يحطك في مكانه معينه. هو
والمحامي بإيه؟ أنت بتعمل نفسك. المجتمع هو اللي بيحطك في مكان محدد، بيحطك في مكان محدد وموحد. ليه؟ لأنك أنت بتختلف عن كل المحامين والمحاميات اللي موجودة في المجتمع. أنت ممكن أنت وأنت ماشي محدش يكون عارفك، بس وأنت ماشي بيقول لك ده محامي. ليه؟ انت المشي، الالتزام، الثقة بالنفس، الاعتزاز، افتخر بنفسي، دي كلها بتشد الناس ليك، بتشد المجتمع ليك، بيقيموك وبيحطوك في المكان اللي يليق بيك. هو ده، هي دي المحاماة، هي دي المحاماة اللي احنا بنصمم على انها تبقى هي اللي هتبقى بكره. هو ده الجيل اللي هيبقى موجود، هو ده الجيل اللي هيحافظ على المجتمع. خلي بالكم، انتوا النهارده شباب، وانتوا النهارده هتحافظ، مش ان هنترافع في المحكمه والكلام ده كله، اه طبعا، ومن المصلحه العامه للدوله طبعا كل حاجه، لكن لازم تبقى وانت دلوقتي انت ملم بكل الظروف اللي بتمر بها البلد، لانك انت مسؤول عنها، لانك انت اللي هتدافع عنها، لانك انت اخرها هيبقى ليك، لان كل الانشاء زي ما انا بنتكلم دلوقتي، نادي جرين في اسكندريه هو هيبقى بتاع مين؟ احنا عملنا، انتوا هتستفيدوا بيه، انتوا هيبقى هو بتاعكم. هي دي زي ما نقول البلد، زي النقابه، بنحافظ على النقابه والكلام ده كله بنقول. فعلشان كده احنا تبعيه تدريجيه كده، تيجي الاخت مسؤول عن كل صغيره وكبيره في البلد. وليه؟ ده مش كده وبس، ده انت المنوط بيك انك تبقى على درايه كامله بكل الظروف اللي بتدور بها البلد ايا كان. ليه؟ لان انت راجل قانون، انت راجل قانون. اللي هيسال هيسالك، اللي هيطمن هيطمن منك. علشان كده بنقول رجال القانون هم المنوط بيهم اداره كل شؤون الدوله. لا، مش محامي بس، لا، يعني كل احنا في كل اداره قانونيه في البلد محامين، كل الادارات القانونيه محامين، حتى الادارات القانونيه بتاعت رئاسه الجمهوريه محامين، كله النيابه والدول مختصين، لكن احنا كمحامين منوط بينا كل الامور واللي هي بتضر بها البلد. لما نيجي نعمل معاهد، لما نيجي نعمل اتفاقية، لما مين اللي بيعملها؟ هو مش في شركات دلوقتي شغالة استثمار والكلام ده كله عندنا هنا في مصر وبيبيعوا ويشتروا؟ مش انتوا مش الكلام ده انتوا عايشينه وعارفينه؟ طب مين اللي بيعمل ده؟ لما تيجي النهارده شركة البترول أو وزارة البترول بتعمل اتفاقية على تنقيب على على على، طيب مين بقى بالشركه دي او الوزاره دي بتعمل بمليارات؟ مين اللي هيعمل العقد؟ مين اللي هيعمل العقد؟ محامين. مين اللي هيعمل العقد مع المستثمر الاجنبي؟ محامين. يبقى اذا النهارده لما المحامين تيجي تعرض عليهم الاتفاقية بيقعدوا يقروا الاتفاقية ويقولوا ويحدد ويبحث مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ لأن ده هو اللي هيوقع عشان تمشي الاتفاقية. هات المحامي وافق تشوره قانونية، خلاص الحكومة هتوافق والدنيا هتوافق وخلاص. لازم تعرف المحامي انت قيمتك ايه؟
انت مكانتك ايه؟ انت عظمتك، انت راجل، انت محامي فقيه واديب وعالم ورجل قانون وعارض. انت محامي، عشان كده بقول ايه، المحامي شخصيه مميزه ما فيش زيه، لان هو ايه، يملك ما لا يملكه غيره، يملكه غيره. بقى دي انت هتقول مرسوله، وانتوا ايه، وانتوا في المحاماه، وانتوا بتمارسوا المحاماه، وانتوا بتمارسوا المحاماه. فعلشان كده نبقى احنا بادئين من النهارده بادئين صح. لما في حاجه مهمه جدا، لازم احنا عندنا تبعيه تدريجيه. زي ايه؟ انت المحامي، انت محامي جزء لسه، حتى ما بقتش محامي، انت جزء. في بقى ابتدائي، في استئناف، في نقد. هنا لازم الاحترام المتبادل المهم الملزم من المحامي اللي هو الجدول العام لغايه محامي النقد. يعني لو انت قاعد في المحكمه في اوضه المحامين ودخل عليك محامي ابتدائي او محامي استئنافي ومش لاقي مكان يقعد، وتعالوا قولوا له اتفضل يا استاذ، وتطلبوا له اللي هو عايزه. ايه دي محاماه؟ وزي ما انا بقول ده، هو ده اهم حاجه، تبقى المحاماه بخير ويبقى المصر بخير. ليه؟ لان احنا بنحترم بعض كويس قوي، واذا احترمنا بعض بنعلم. فعشان كده نقول ان لازم دي تبقى موجوده، لان دي موجوده، احنا عملناها وبنعملها، مش فيها كان ده. الواحد يبقى سعيد جدا لما بيقوم يتفطر ويقوم يقعد، حاجه كبيره. وانت قاعد قدام قامه، انت لسه جاي امبارح من في الجدول العام ولا في الابتدائي، اسمك لسه، وده راجل قاعد قامه علميه، فقيه قانون. ده انا ابوس ايده وابوس دماغه، ده حقه، هو اللي بيعلمنا، من غيرهم مش هنبقى محامين. لازم تبقوا فاهمين كده. انت اتعلمت في الجامعه، اتعلمت في الجامعه كده، بره بقى هتتعلم كده منين؟ من الناس اللي الناس المحامين اللي بيبقى ماشي كده قانون. راجل فقير يبتكر، وهو المحامي، ما هو المحامي مبتكر. المحاماه ايه؟ المحاماه انت عندك النصوص القانون في الكتاب وخدتوها في الجامعه، وكل القوانين اللي صادره في المجالس المتخصصه دي انتوا المفروض درستوها، صح؟ صح ولا صح؟ صح يعني. لما تيجي انت النهارده بقى انتقلت للمرحله دي، هتخش بقى في حاجه تانية خالص. تخش المحاماه بقى. تخش في العلم. في علم الفقه. العلم اللي هو مش بيتكتب. العلم اللي هو في دماغك. بتفكر. بترتب. بتعرض. بتترافع في المحكمة من غير ورق. بتقعد ساعة واتنين تترافع قدام المحكمة وانت ما بقاش في ايدك ورقة خالص، وبتعرض على المحكمة أدلة قوية ساطعة قانونية، وتعرضها على المحكمة ومش من ورق، مش من ورق. بتعرض منين؟ بتعرض من وجدانك، من عقلك، من جوارحك. كل ده وانت فاكر المحامي ايه؟ ده المحامي كله كده، كله كده، جوارح اللي ربنا خلقها دي لازم تستعملها بقى، زي ما انا بتكلم اهو، وبتكلم وبستعمل كل جوارحي بتكلم، وفي نفس الوقت انا بتكلم في كل مجالات ومفيش ورقه بترافع فيها خالص. هي دي المحاماه. انت بتعرض على المحكمة علشان تأكد صحة الدليل اللي انت مقدمه لصالح المتهم بتاعك،
بدون ورقة، بالرغم من ان الادلة اللي موجودة ضد المتهم اللي مقدمها النيابة العامة تحقيق ومكتوبة ومفيش. انت بتعرض على المحكمة وبتقنع المحكمة بالبيبقى مش بالورق، الورق اللي عنده بتاع ادلة صوت النيابة ماشي لكن انت بتعرض، انت بصفتك محامي فقير عالم منتج عارف، بتعرض على المحكمة الواقعة وتعيش المحكمة الواقعة كما لو كانت الواقعة موجودة قدام المحكمة ومتعايشة وشافت كل الأدلة. ايه ده؟ مين؟ طب مين يعمل كده؟ مين يعمل كده؟ هتقولي حد يعمل كده غير المحامي؟ فيش غير المحامي، هو اللي يعمل كده بس. ف يعني الكلام يعني هنلتقي مع بعض عشان تبقوا عارفين انا معايا الكشف اهو بتاعت في حاجه كمان انا هقولها لكم. احنا النهارده حضراتكم كده جايين من ايه؟ من جميع محافظات الجمهوريه، كل محافظات الجمهوريه موجوده هنا دلوقتي. يبقى اسمها ايه بقى؟ ده جمعيه عموميه محاميه. اللي موجودين دول كلهم جمعيه عموميه للمحامين، جمعيه عموميه للمحامين، لانك ايه؟ كل محامين مصر موجودين دلوقتي. محامين محاميات يعني برضه عشان يبقى الكلام واضح. كل ده اللي بيتأذى دلوقتي واللي بيتعرض النهارده هيتعرض حاجه مش سهله. انت بتعرف ايه؟ انت عامل محامين مصر مجتمعين في نقابة المحامين، محامين مصر مجتمعين في نقابة المحامين، في نادي المحامين، يبقى الدنيا لازم كله لازم يدي يعني ايه؟ كله لازم يبقى في انتباه في الوقت ده. النهارده احنا قاعدين قوي كابتن، فعلشان كده عايزين يعني المفروض النهارده كله يبقى خد تليفونات. ليه؟ مش منظره، لا ده شغل، ده شغل احنا عايشينه بقى. انت من اسكندريه، من مطروح، من اسوان، من اسيوط، من سوهاج، من كل ده محامين. احيانا يبقى ليك قضيه انت من اسكندريه وليك قضيه في سوهاج وعندك قضيه هنا، هتسيب وتروح ازاي؟ انت ليك اصدقاء محامين كانوا معاك في المعهد واحنا بنحلف حلف اليمين، معاك تليفوناتهم وفي تواصل بينك وبين بعض، هتتصل على التليفون تقول له في قضيه رقم كذا متهم فيها فلان، انا مش هقدر اجي النهارده لان عندي جلسه، خد اجلها لي او اتصرف فيها. يبقى الرحمه والسعه مبسوط جدا. شوف هيخلص القضيه، شوف لو ما كانش كده ايه التصرف؟ لو ما كانش كده ايه التصرف؟ المتهم هيجرى ايه والمحكمه هتعمل ايه؟ المحكمه هتوقف لو ما كانش المحامي يجي، انا هنتدب لك محامي والكلام ده كله. انما لما يبقى في محامي موجود خلاص. فعلشان كده يعني دي مهمه جدا، نحاول بقدر الامكان تكون، لان احنا بنعمل احنا طبعا اللقاء معاكم ما يتشبعش منه، لقاء معاكم الواحد يفتخر بيه، لقاء معاكم نعتز بيه، شباب محترم هيحموا نقابة المحامين، وهتبقى نقابة المحامين ليهم وبيكم نقابة المحامين هنحلف حلف اليمين. القسم ده قسم، خلي بالكم هو القسم الوحيد في الحياة اللي ربنا هيحاسب عليه، مش انت عارف احنا هنتحاسب، القاضي هيتحاسب واحنا هنتحاسب، احنا هنتحاسب اكتر من القاضي، واحيانا هنتحاسب حسابنا هيبقى حاجه محترمه، لان احنا كملنا وبين ربنا عمار في اثناء اداء عملنا، ونراعي ربنا كويس قوي، وضميرك هو اللي بيحاسبك، وصلتك بربنا سبحانه وتعالى هو اللي هتبقى اساس نجاحك في الحياه. هنبدا عشان
أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. مبروك، بالتوفيق إن شاء الله.